صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على الناس اللي غيصيفطوا نمره لاكارت 1212 واش غيجيهم شي ميساج ولا لا. وبزاف الناس صبحوا تيسولوني واش غيجينا ميساج ديك الساعه ولا حتى نهار السبت هذا غادي يصيفطوا لنا فلوس نيشان. المهم اول حاجه كناكد عليها ونعاود ناكد عليها انكم غتصيفطوا نمره لاكارت ديال رب الاسره اللي استفد من الدفعه الاولى والثانيه 1212 من نفس النمره اللي صيفطتو منها المره الاولى. ثلاثه النقط باش تحترموهم باش تستافدوا. يعني الا غلطتي لا صيفطتي من نمره اخرى ولا شي حاجه راه ما يمكنش يقبلوك. وبالنسبه للناس اللي كيقول لي راه تبلوكات ليا النمره ولا راه مشات ليا النمره، غادي تمشي لاجونس ديالك اتصالات ولا اورانج ولا انوي، غتعطيهم لا كارطه يرجعوا لك النمره سير بلاص كتخلص واقيلا شي 60 درهم يرجعوا لك النمره ديالك وصيفط منها، حيت الا ما صيفطتيش من نفس النمره ما غاديش تستافد. هذه وحده. اما بالنسبه للناس اللي غادي يجيهم الميساج ملي كتصيفطوا نمره لاكارت 1212، انا درت فيديو لواحد السيد صيفط ليه نمره لاكارت 1212 وجاوبوني لقد تم تسجيل طلبكم بنجاح. انا نخلي لكم الفيديو في الاخر، والناس اللي ما غايجاوبوهم سير بلاص غير تسناو راه بعض المرات، حيت دابا اول نهار هذا غيكون الضغط، يعني صبروا شويه. الا ما جاكمش عاودوا صيفطوا في الوقيته اللي ما يكونش بنادم كيصيفط فيها بزاف، بحال دابا مع الصباح راه كلشي كيصيفط، يعني يكون على السيستم الضغط. المهم غادي نخليكم مع الفيديو دابا كيفاش صيفط لهذا السيد وشنو صيفطوا ليه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتابوناو في لاشين. تهلاو فراسكم.